المهم أقرب من حبل وريد لنا، تلك هي رسالة القرآن مرة واحدة. ما أن تقرأ في القرآن ساعة أو بعض الساعة أو تسمع آية بقلب نقي إلا وتشعر حقيقة بالحضور ويخطر لك النور أو تؤمر بالنور. إذن أقرب من حبل وريد لنا، يؤنسنا محسنه بالغنى، يعني يغنينا عن سواه، ودائما تدعون اللهم أغنني بك عن سواك وبحلالك عن حرامك. القرآن، رسالة القرآن أن يجعلنا على صداقة ومودة مع الوجود الذي يحبهم قراء القرآن المؤمنين بالله الذي أنزل القرآن يحبهم ويحبونه. أقرب من حبل وريد لنا، كيف يمكن لإنسان يشعر أن الله أقرب إليه من حبل الوريد؟ ألا يستحي أن يأكل لحم أخيه الميت عند ذلك؟ أعتقد أقرب من حبل وريد لنا، هذه هي الرسالة القرآنية، أن نستحضر روح الحي المتكلم وراء كل حرف من حروف القرآن. بالزركشي له كتاب في علوم القرآن من 4 مجلدات يتحدث، يقول ربما كل حرف فيه علم، هذا معقول، ويعدد 47 علما من علوم القرآن، نحوا وصرفا وبديعا وبيانا وإلى آخره. لكن الغاية من كل هذه العلوم أن تضعنا في الجو، أن تضعنا في الحضرة، فنقول مع أمير المؤمنين عليه السلام اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك المتوكلين عليك. هذا هو. إذن أقرب من حبل وريد لنا، يؤنسنا محسنه بالغنى. لن أدخل كثيرا في قضايا الآيات، لكن أتمنى فعلا أن تقرأ سورة الحجر ب99 آياتها، وأن تقرأ معها سورة الشمس. سورة الشمس قصة كاملة وفيها لغز الكون، يبحثون مليارا دولار حتى يشوفوا ما هو لغز الكون. من قال لنا ما هو لغز الكون؟ ما هو الكون؟ لما جاءتني رسالة الإخوة في المستشارية كتبت لهم جوابا، قلت لهم سأتحدث هذا الموضوع، المقابلة بين سمو أدب القرآن وانحطاط آداب الجاهلية، لكن ب4 كلمات، ما الجاهلية؟ ما الأدب أولا؟ ما وجهتا الأدب؟ ما الجاهلية ماذا تعني؟ هل هي حقبة وانتهت؟ أم أنها مستمرة الأخلاق في نفوس الأبناء والبنات؟ ما هو القرآن؟ هل هو مجموعة نصوص نزلت وانتهى؟ أم هو ظاهرة وحي ظهرت لتبقى وتستمر في نفوس الناس؟ ثم المقارنة، أقول لهم الكلمة الرابعة، المقارنة كما بين نحلة وذبابة. يعني طبعا أنا لا أحتقر الذبابة أبدا. لماذا؟ لأنه معجزة من معجزات الله التي تحدى الناس أو القادرين على العلم. لو اجتمعوا لصنع ذباب لفاتهم ذلك ولخرج الذباب منتصرا، إنهم لا يستطيعون. طبعا الذباب عند ذلك ينتصر لبديعه الذي أودع فيه سرا لا يمكن تقليده. إذن قلت المقارنة كما بين نحلة وذبابة. النحلة كالمؤمن أو المؤمن كالنحلة، لا يقع إلا على طيب ولا يضع إلا طيبا. في الحديث ما معنى؟ لا أريد أن أتدخل مع النصوص، الكتب موجودة، يمكن أن أقرأ لو شئت من الكتب. لا دعني الآن، أريد أن أوصل فقط الكلمات هذه. فإذا
النحل أيضا سورة النحل أمر مهم، كيف يوحي الرب للنحل ليصنع الشفاء لخلق الله، فيكون الوحي للنحل كالوحي للأنبياء، ويكون النحل كذلك آية، وهذا من سمو أدب القرآن المتجلي في الأزاهير ذات اللغات التي تفهمها النحلات وتتفاهم معها وبالتراضي تعتصر منها رحيقا شافيا. هذا المقصود سنريهم آياتنا في الآفاق، آفاق الزهر، آفاق الفضاء، آفاق النحل، آفاق النطاق، سنريهم آياتنا في الآفاق. هذا أمر الطبيعة العالم وفي أنفسهم، وهذا أمر المشاعر، أمر الأفكار، أمر المعرفة، حتى يتبين لهم عبر هذا المجموع الهائل من الآيات الكونية ومن الآيات الإنسانية، يتبين لهم وراء كل ذلك علم يرفرف إنه الحق، هذا الحق المرتفع فوق الكون فوق كل آية. ولذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فكل آية ترفرف مسبحة بحمد ربها. فقهنا ذلك أم لم نفقه؟ وهو أيضا محيط، يعني في صميم هذه الآيات من جهة، وهو محيط بها كما في سورة فصلت. أقول هل نجيب على الرسالة الأوروبية؟ نقول لهم أولا عندنا نحن كيفية لحل لغز الكون أو لاكتشاف لغز الكون، آية الرتق والفتق، كيف كانت السماوات والأرض رتقا ففتقناهما. لقد كتبت كتابا من شرح أمير المؤمنين علي لهذه الآية، سميته إنشاء الخلق والكائنات. إنشاء الخلق والكائنات هو استلهام لهذه الآية، آية الرتق والفتق، التي صورها أمير المؤمنين فيما بعد في الخطبة الأولى من شرح، في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وحبذا عودة الشبان والشبانات كما أقول والعلماء، حبذا العودة إلى نص أمير المؤمنين لرؤية كيف أنه وفر علينا أن ننشئ مصنعا للجزيئية أو معملا للجزيئية التي يذكرها 19 دولة بعلمائها ويرصدون لها ملياري دولار ليكتشفوا هذه الجزيئية أو أصل لغز خلق الأكوان. أمير المؤمنين بكتاب في هذا النص من الخطبة الأولى في نهج البلاغة أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء، علقت عليه بهذه الأمور لحوالي 160 صفحة فقط، ولكن تقريبا استطعت أن أعرف كيف أنشئت السماء، تقريبا في حدود علمي استطعت أن أعرف كيف أنشئت السماء وكيف أنشئت الأرض وكيف أنشئ آدم، مشكلات آدم. فتلاحظوا ذكرنا سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما هون وقف مهولة والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وشكرا لله مكنني من استعادة الآيات، مع أني أنا لست من الحفاظ، من الحفاظ شيخنا هنا الشيخ قباني.